السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة كده على البيرة حلوة جدا. طبعا الدنيا حر ومش قادرين نشغل الفرن، وبيبقى الواحد عايز يعمل حاجة سريعة كده وتكون في نفس الوقت باردة علشان ترطب على الواحد في الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل مع بعض كيكة حلوة جدا، هي كيكة الليزي كيك، بتتعمل بسرعة جدا وانا هعملها لكم كمان الاقتصادية من غير كريمة لباني ولا اي حاجة. معايا هنا بسكوت سادة، اي نوع بسكوت سادة انت عايزاه. انا جبت النوع ده الباكت منه 50 جرام، انا جبت 8 باكيتات منه 400 جرام. معايا كوباية حليب، معايا كوباية لبن، كوباية الا ربع كاكاو خام غير محلى، كوباية سكر، معلقتين كبار زبدة، مكعب شوكولاتة 100 جرام، يعني 100 جرام شوكولاتة مكعب زي ده كده. دي شوكولاته بالحليب، لو عايزه تستخدمي شوكولاته دارك اللي هي الغامقه عادي تنفع برضو، او اي نوع شوكولاته تحبيه، حتى ممكن شوكولاته بالبندق، الشوكولاته اللي تحبيها استعمليها. اول حاجه هقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اجيب عندي حاجه فاضيه كده، حله او حاجه، واحط اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، السكر والكاكاو، 3 مكونات دول هنحطهم كده على بعض وهنقلبهم كويس جدا كده من غير ما نحطهم على البوتاجاز لغايه لما يذوبوا شويه، وبعدين نحطهم ايه على البوتاجاز. ودلوقتي حبايبي بعد ما قلبت كل المكونات مع بعض كده لغايه ما ذابت، هحطها بقى عندي على البوتاجاز وهفضل اقلب فيها. ودلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بيغلي ازاي، بيضيق فيه طبعا على طول، بصوا عمال يفور، انا هديت له النار شويه لان بصوا لما نعلي النار هيفور فوق، ممكن يدلق منك على البوتاجاز يبهدلك الدنيا، فما تعليش عليه النار. بصوا انا هديت النار كده وهنفضل نقلب فيه. بس في المرحله دي بقى احط له ايه، معلقتين الزبده الكبار، اقلبها كده، وهحط مكعب الشوكولاتة وهسيبه بقى يدوب ايه معاها. طبعا هو الخليط سخن جدا فهيدوب الزبدة وهيدوب الشوكولاتة. دلوقتي هطفي عليه وهسيب الزبدة والشوكولاتة يدوبوا على حرارة الخليط. من الوقت للتاني كده اقلبها علشان الشوكولاتة تدوب معايا وكله يمتزج في بعض. هسيب الخليط دوت يبرد تماما تماما، وبعدين ايه نبتدي نشتغل بيه. ما ينفعش خالص نشتغل بيه هو سخن، لازم يبرد خالص ولا حتى دافي، لازم يكون بارد خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه عبال لما الخليط بتاعنا يبرد. ودلوقتي حبيبي عبال لما الخليط بتاعنا يبرد هنعمل ايه، انا عندي صينية عادية جدا هي اللي هستعملها في ايه، في الليزي كيك، الكيكة الباردة. هعمل فيها ايه، هغلفها بالورق الاسترتش ريب. بس انت لو عندك صينيه من اللي بتتفتح من الجنب عادي، دي ينفع تستخدميها طبعا احسن، وبرده تغلفيها يا اما بالالومنيوم فويل يا اما ورق زبده يا اما برده بالاسترتش ريب، اي حاجه من دي. واللي ما عندهاش اي حاجه من دي، اكياس الثلاجه العاديه خالص. اهو حبايبي هجيب الورق كده افرده كده على الصينيه وتقيه وتدخلي اهو، تسيبي اطراف كده من بره طلع ايه بره الصينيه. لازم الاطراف دي تبقى طالعه بره الصينيه عشان هي اللي هنشيل منها الكيك بعد ما نعمله. الحته دي كده عامله
هقص بقى كده. حطيناها من الناحية دي هنا كده ما فيهاش ستريتش ريب، هاجي من هنا برضو اعمل عليها ايه طبقة تانية. اهو حبايبي هبتدي اغلفها بقى من الناحية دي كمان اهو. اهم حاجة الاستريتش يبقى على كل الصينية، يبقى طالع من جوانب الصينية كلها. كده اصبحت الصينيه كلها ايه متغلف. بصوا كده هنركنها بقى على جنب عشان ايه لما نحضر الكيك بتاعنا هنصبه جوه. هنيجي هنا بقى للبسكوت، نجيب بكتات البسكوت كده. هنبتدي نكسره، اهم حاجة التكسيرة دي. بصوا مش كبير، تكسير كده عشوائي بس مش كبير، بص مش صغير، اسفة مش صغير. بصوا كده عايزاه بالحجم ده، مش عايزاه يبقى بيرفكت ولا صغير، عايزاه حجمه كبير كده زي ما انا بوريلكم علشان يبقى باين جوه الكيكة ويدينا شكل حلو. انا هكسرهم كلهم بنفس الطريقة دي وارجع لكم لما الصوص اللي عملناه بتاع الشوكولاتة يبرد. دلوقتي حبايبي بعد ما صوص الشوكولاته برد معايا تماما وكسرنا البسكوت زي ما احنا شايفين كده، اهو الصوص بتاعي بصوا برد خالص. هعمل ايه؟ هنزل عليه على البسكوت كده بصوص الشوكولاته وهخلي منه حبه كده للوش. مش هاخد الكمية كلها، خلي حبة للوش. هبتدي اقلب كل الكلام ده كده مع بعض. طبعا تقدري تضيفي مع البسكوت من اي مكسرات انت تحبيها، برضه هتدي طعم حلو جدا. بس انا عاملاها من غير اي حاجة علشان تديكي يعني تبقى اقتصادية قوي واللي يقدر كل الناس تقدر تعمله. اقلبه كده مع بعضه حبيبي. بعد ما قلبنا البسكوت مع صوص الشوكولاته كويس جدا، عندي الصينيه اللي احنا بطلناها بالستريتش ريب. قلنا طبعا اللي ما عندوش الاستريتش ريب ممكن كياس ثلاجه عاديه جدا تفتحيها وتشتغلي بيها. هنزل الخليط بتاع البسكوت والصوص ده في الصينيه. خلاص كده حبيبي، بعد ما نزلت الخليط كله في الصينيه هبتدي بقى اسويه. حلو جدا، تضغطيه كده كويس. طبعا الليزي كيك ديت لعشاق الشوكولاته، الناس اللي بتحب الشوكولاتات، وهي وصفه اقتصاديه وسريعه. حاولي تنعميه كده عشان يدينا بس شكل متساوي لما نيجي نقدمه.
نعم وشها حلو قوي كده. بعدين دلوقتي عندنا ايه حبه الصوص اللي احنا سبناهم، هنصبهم على الوش. طبعا انت ممكن تعملي على الوش بدل الصوص دوت جانيش شوكولاته. الجانيش انا عملت لكم فيديو قبل كده اللي بيتصب على التورت وعلى الجاتوهات، هو دوت اللي بيتحط عليها، بس احنا طبعا عشان نخليه اقتصادي اكتر فما عملناش، فهنحط من نفس الصوص اللي سقينا بيه البسكوت هو اللي هنحطه على الوش، ويدينا برضو طعم حلو جدا. هصبه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا السمك بتاع الصوص حلو قوي ازاي. عملنا تحلية سهلة وسريعة وبسيطة وفي وقت قليل وبإمكانيات برضو مش كتير قوي، يعني مش مكلفة ولا حاجة، ومن غير ما نتعب بقى من الحر وسخونية الفرن. تديني فلت بس كده الصوص على الوش، لازم يغطي كله. اهي حبايبي بصوا جميلة ازاي. انا هدخلها بقى التلاجة 6 ساعات، بس لو انت مستعجلة عليها ممكن تحطيها في الفريزر ساعتين وتخرجيها، ونشوف لما نخرجها هنجرنشها ازاي. بس انا عشان وشها ما يعني ما يحسوش كده عمل قشرة معايا، هعمل ايه، هغطيها برضو بالستريتش ريب وادخلها التلاجة. طبعا لو وشها علو الصينية ما ينفعش خالص يتغطى بالستريتش ريب، لان لو غطيتيه الصوص هيلزق فيه، لكن هنا بصوا في فراغ قد ايه بين الصوص وبين الصينية، عشان كده انا هغطيه عادي خالص. الصينية اللي انا مستخدماها ديت صينية مقاس 22، انت طبعا تقدري تتحكمي في السماكة بتاعت الليزي كيك بتاعنا زي ما انت عايزة، كل ما تكبري الصينية كل ما الارتفاع هيقل، وكل ما تصغري الصينية كل ما الارتفاع هيزيد. انا هغطيها كده بس كده وهدخلها التلاجة، اما تخرج بقى نشوفها مع بعض. دلوقتي حبايبي ده شكل الكيك بتاعنا بعد ما دخلته التلاجة، هنفك بقى الاسترتش من عليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده هنحاول نطلعه كده بالراحة. طلع بمنتهى السهولة، هشيل من عليه الاسترتش. انا طلعته من التلاجة وحطيته ساعة واحدة بس في الفريزر عشان اقدر اشيل الاسترتش كده وانا ماسكاه ويبقى ايه متماسك معايا. نحطه كده في طبق التقديم، بس انا هغسل ايدي طبعا مطرح ما مسكته وارجع لكم. دلوقتي حبايبي بعد ما خرجناها كده هزينها. بصوا عندي كريمه شوكولاته، صوص الشوكولاته البيضه كده، هعمل لها بس كده ايه خطوط كده. طبعا التزيين اي تزيين يعجبك اعمليه.
ممكن طبعا تسيبيها سيدة، ممكن ترشي على وشها كاكاو اللي يعجبك يعني. ممكن نحط على وشها سبرينكل اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى نقطعها مع بعض عشان نشوفها من جوه عاملة ازاي. دلوقتي حبايبي نبتدي بقى نقطعها كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها كده. طبعا عشان هي مجمدة اهي حبايبي كده، نقطعتها نصين وبعدين اربع تربع. طبعا هي كانت عايزه تتساب بس حابه ايه حتى لما تفك شويه اهي. عايزه اوريها لكم من جوه جميله قد ايه. بصوا بجد تحفه، شكلها بجد جميل جدا. بصوا قد ايه جميله وارتفاعها حلو جدا. يا رب تكون الطريقه عجبتكم ويا رب تجربوها. بصوا قد ايه جميله حبايبي، بصوا تحسوا ان هي غرقانه في الشوكولاته، تحفه جدا. وكيك بارد مش هيحسسك بالحر خالص، وسريع وسهل واقتصادي. يا رب تكون طريقتي في الليزي كيك عجبتكم، ولو عجبتكم طريقتي ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.